تلميذ في عمره 14 سنة لم يرى المدرسة، هذا 13 سنة، هذا 13 سنة ولهم بنتين. زيد زيد بنت، زيد البنات، زيد كانوا يسكنوا في مناطق جد نائية، مناطق ما كانش يقدروا يلتحقوا. الله يبارك. قولوا كلمة السيد الوزير. قبل هم السيد الوزير ان المدرسة مطعم المدرسي وليكن المدرسة. وليكن في علمكم سيد الوزير ان هذه مدرسة نموذجية بامتياز. ما شاء الله. والفضل كل الفضل يرجع للسيد الوالي رئيس الجمهوريه بطبيعه الحال بالنسبه لكل مناطق نائيه، ولكن بالنسبه للولاد مشكور هو كان لهنا اكتشفهم 14 سنه وما كانش، والحمد لله سيد الوزير حتى في ميزان الحسنات، ميزان الحسنات غير ممكن ابدا باش يبقى ولاد قل من 16 سنه ما يعرفوش يكتبوا ما يعرفوش يقراوا. اليوم واش راكم في السنه الاولى دائما؟ اول تسجيل لهم. وما زادني فرحة سيدي الوزير هو دموع الفرح التي رأيتها في وجوه أوليائه. أوليائهم بطبيعة الحال. صح ما شاء الله. أنا ورئيس الدائرة من الافتتاح لنا الدموع فاتت. الله يبارك فيك. صح صح. الحمد لله. الحمد لله. أو نقذوكم أو نقذوكم. هذا هو. يشكرون وبلغوا سلامنا لرئيس الجمهورية وقل له شكرا له. الله يبارك الله. هذا هو الحرص تاعو كله أن المواطن أينما كان وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتلميذ لازم يكون في ظروف حسنة، لازم يلتحق بالمدرسة تاعو بكل أريحية، لازم يلقى الوجبة الساخنة، لازم يلقى التمدرس والعناية الصحية. هذا هو الحمد لله في كل المناطق على مستوى الوطن. اليوم أكثر من كون ما جاش المدرسة هذه هنا وما كانش النقل المدرسي وما كانش الوجبة الساخنة أبدا، أوليائهم اللي عندهم أشغال أخرى عندهم إمكانيات محدودة ما يفكروا باش يعلموهم، اللي يكبر مسكين وما يعرفش يكتب حرف. الحمد لله. راكم تقراو انتم لازم تكونوا خير من الاخرين كامل. تقراو ما شاء الله. الله يبارك. وجع ضهرني. ضهرني. هذا من ذوي الاحتياج خاصة. ذوي الاحتياجات خاصة. المدلل للمدرسة. ما معليش هو يدير مليح الرجل. الله يبارك. هو السيد الوزير احنا في عمره. ست سنوات الأولى. هذا سنة. احنا 19 مدرسة كلها شملت فئة من هذا التلاميذ. أيوا كاين من بزاف. كاين. كاين فيها التمدرس. نعم يعني مناطق نائية. كانوا معزولين مدارس بعيدة. روح على بالك. هذا على بالك هذا إجباري أن كل طفل وصل سن التمدرس لازم يوجد. لازم يوجد مقعد. لا هذا الرؤية تاع رئيس الجمهورية في الجزائر العميقة. سيد الوزير نحن الذين جسد العدالة الاجتماعية هذه كان تنسيق مع الجمعية المحلية ولا سيما البلديات ناخذوا بدراسة استشرافية بالغ السن تمدرس ويكون هناك اتصال بحيث يعني يكون التحكم وإلزامية التلاميذ بالتواجد. إن شاء الله تقضيوا على هذه أولا ولا تسريب لا تسرب ما كانش حاجه كان تكفل. الحمد لله. مدرسه نموذجيه بمعنى الكلمه. الحمد لله. من غاز ايوه وجبه ساخنه.